بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من ساعة في الاقتصاد على شاشة الإخبارية. اليوم نناقش موضوع صندوق الاستثمارات العامة خلال عام 2017 وكيف سينعكس على مستوى دعم الاقتصاد والاستثمارات داخل المملكة. أيضا سوف نشاهد صندوق الاستثمارات العامة وأهم المنجزات خلال عام 2017. إذن مشاهدينا الكرام، اليوم نتحدث عن صندوق الاستثمارات العامة في المملكة وخلال عام منجزات هذا الصندوق. دعونا بداية ننتقل لمشاهدة هذا التقرير من ثم نعود. شهد صندوق الاستثمارات العامة تحولا غير مسبوق في استراتيجيته ليكون محركا اقتصاديا فاعلا في تنويع مصادر الدخل وتطوير الاقتصاد الوطني من خلال اقتناص الفرص الاستثمارية والحصول على حصص سوقية في الصناعات الواعدة. ووفق هذا التوجه أطلق الصندوق برنامجه حتى العام 2020 لتعظيم قيمة أصوله وإطلاق قطاعات جديدة وبناء الشراكات الاستراتيجية وتوطين التقنيات ليصبح واحدا من أهم صناديق الثروة السيادية في العالم وأكثرها تأثيرا. ويشمل هذا التوجه تضمين برنامجه 30 مبادرة ستعمل على رفع قيمة أصوله إلى 1.5 تريليون ريال بحلول العام 2020 وزيادة إسهامه في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 6.3%. وتتضمن مبادرات الصندوق الإسهام في المحتوى المحلي بشكل مباشر بنحو 50 مليار ريال ورفع إجمالي العائد على المساهمين من 3% إلى ما بين 4% و5%. وحفل السجل الاستثماري للصندوق بإطلاق مشاريع كبرى شملت مشروع نيوم والبحر الأحمر والجدية، بالإضافة إلى تأسيس 9 شركات تعنى بإطلاق قطاعات جديدة واعدة في المملكة، من بينها الشركة السعودية للصناعات العسكرية وصندوق الصناديق والشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري. مشاهدينا أرحب بكم من جديد وأرحب بضيوفي أيضا الكرام في الاستوديو. معي الدكتور عبد الرحمن الراشد العبد اللطيف، متخصص في اقتصاديات دول مجلس التعاون ورئيس دار بن خلدون للاستشارات المالية والاقتصادية. أهلا وسهلا بك دكتور، حياك الله. أيضا أرحب بضيفي الكريم الدكتور فواز سعد، أستاذ بجامعة أم القرى ومختص بالابتكار وريادة الأعمال. أهلا وسهلا بك دكتور، حياك الله. من القصيم ينضم معنا ياسر الحسان، رائد أعمال، أرحب بك أيضا، أهلا وسهلا بك، حياك الله. أبدأ حديثي معك دكتور عبد الرحمن عن تقييمك لأداء صندوق الاستثمارات العامة خلال عام، كيف تقيم أداء هذا الصندوق؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أشكركم على الاستضافة. طبعا صندوق الاستثمارات العامة يعتبر هو المحرك الأساس لتنويع مصادر الدخل، ولا شك أنه لعب دورا ملموسا خلال السنوات القليلة الماضية عندما انتقلت يعني أصبح يشرف عليها المجلس الاقتصادي. نعم. ولذلك نلاحظ أن هناك تطورات كبيرة في أداء الصندوق، في تنويع في استراتيجيته الحديثة، في استثماراته المتنوعة محليا وخارجيا،
في زيادة رأس ماله من أعتقد كان عام 2016 570 مليار، ارتفع إلى 840 مليار. هذا رقم كبير جدا، صحيح. ونمو سريع. وطبعا كان المستهدف هو كما أشرت في المقدمة أنه مليار وتريليون و500 مليار عام 2020. الصندوق فاعل، نلمس تأثيره الآن على 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 الاقتصاد الوطني. الشركات العالمية، الاقتصاد العالمي يتطلع إلى أن يستقطب استثمارات الصندوق خارج المملكة، وهذا سوف يضع مكان المملكة في مكانها الصحيح من ناحية الاقتصادية. وبالتالي أنا أعتقد أن في انطلاقته التي بدأها الآن أنها هناك أنها مبشر على الوصول إلى أهداف التي أنشأ من أجلها. رغم أن لي ملاحظات، أنا قرأت عن الصندوق الليلة البارحة، لي ملاحظات على البروشور اللي طلع أو التعريف بالصندوق والأهداف المرسومة. ملاحظات سلبية يعني؟ لا لا لا، ليست سلبية، لا. هو أنا بشكل عام الصندوق مبشر وواعد الاقتصاد، ولكن هناك تقديم وتأخير، ربما ليس ملاحظات سلبية. إنما العملية تكتيكية. ربما بخبرتي بالعمل بصندوق النقد الدولي ووزارة المالية 35 سنة، ربما لدي من الرصيد والخبرة الذي يجعلني أتجرأ أن أقول أن هناك أشياء تحتاج إلى بعض التعديلات أو الإضافات أو التقديم أو التأخير. هنا الملاحظة، ليس ملاحظات سلبية، ملاحظات إيجابية. على كل حال دوره مشهود، وأدائه في خلال السنوات الثلاث الماضية مميز جدا، وطرحه للشركات تأسيس للشركات عملاقة بالمملكة الآن سوف تغير الكثير. إذا ضربنا على سابق مساهمته بسابق، كيف نقلت اقتصاد المملكة وصناعة المملكة إلى مصاف الاقتصادات العالم. وبالتالي عندما ينطلق ويؤسس شركات على غرار شركة سابق، سوف يعني يحول الاقتصاد إلى اقتصاد منافس الاقتصادات العالمية، صحيح. مجموعة العشرين التي المملكة عضو فيها. نعم. كلام جميل. دكتور فواز، يعني بحكم بأنك مختص بالابتكار وريادة الأعمال، دعني أسألك يعني عن هذه الجزئية. مما لا شك فيه بأن صندوق الاستثمارات العامة يسعى للمساهمة في فتح آفاق وفرص استثمارية أيضا جديدة، حدثنا عن الأدوات والآليات لتحقيق ذلك. بعد ذي بدء، أنا بدي أستشهد بكلام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بالحرف، يعني ذكر في حديث أنه سوف نعمل على بناء اقتصاد قوي قائم على أسس متينة تتنوع فيه مصادر الدخل وتنمو فيه من خلاله المدخرات. فحقيقة صندوق الاستثمارات العامة، يمكن قليل مننا ومن المشاهدين والمشاهدات يعرفوا أن الصندوق هذا بدأ في عام 1971 تحديدا قبل ثلاث سنوات في مارس 2015، عندما انتقل يعني ملكيته إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة سمو الأمير محمد بن سلمان، بدأنا نشهد حراك حقيقي وفعال وقوي ونمو في أصول هذا الصندوق. وطبعا أي صندوق استثماري في العالم حيكون هدفه الأساسي هو تعظيم هذه الأصول. فانتقالنا من 2015 إلى 2017 من 570 مليار إلى 840 مليار، هذا رقم أعتقد إنجاز كبير جدا في هذه الفترة القصيرة. أضف إلى ذلك زي ما ذكرتي موضوع تأسيس المحافظ المتنوعة للصندوق. الآن هناك ستة أنواع من المحافظ، اثنين منها عالمية وأربعة منها محلية. يمكن المحفظة الأساسية اللي استثمرت في تقريبا 80 شركة محلية موجودة في سوق الأسهم، يعني هذا الشيء اللي تعودنا عليه، يعني سابق واس تي سي والمصارف والإسمنت وإلى آخره الشركات الموجودة وشركة علم. أضف إلى ذلك الاستثمارات طيب بس قبل ما تكمل دكتور فواز، عذرا، يعني توقف عن نقطة المحافظ. أنت تتكلم أنه في ست محافظ استثمارية، أربعة محلية واثنين دولية. هل نحن حاليا بالفعل بحاجة للتركيز محليا أكثر من الانتشار عالميا ودوليا؟ أنا أعتقد هو من مبادئ الاستثمار دائما الأساسية أول شيء تنويع الاستثمارات،
شيء ثاني من ناحية الجغرافية، لذلك نجد الصندوق مؤخرا استثمر في عدة دول. توزيع الجغرافي لو نجي ندرسه على الخريطة راح نجد استثمارات في روسيا، استثمارات في فرنسا، استثمارات في اليابان، في الولايات المتحدة وهك والصين وإلى آخره. فالتنوع هذا الجغرافي يقلل من المخاطر. هذا لا يعني أن الصندوق ما دخل في استثمارات عالية المخاطر وهي موجودة وتقنية، وأقرب مثال لذلك الاستثمار في أوبر كشركة تقنية ناشئة بمبلغ كبير جدا. أضف إلى ذلك سوفت بانك، الصندوق تم تأسيسه مؤخرا بالشراكة مع سوفت بانك ب100 مليار دولار. صندوق الاستثمارات العامة سوف يخصص 45 مليار دولار لهذا الصندوق. الصندوق هذا بحد ذاته هو عالي المخاطرة جدا، وسوف يستثمر في الشركات التقنية الناشئة على مستوى العالم. شركة سوفت بانك هذه من الشركات العريقة المعروفة في اليابان، رقم 3 على مستوى السوق في اليابان، سبق وأن استثمرت في علي بابا وعندها رصيد خبرة كبير في الاستثمارات عالية الجرأة عالية المخاطر. وهي المخاطر يعني هنا هذا يعني في هذا الإطار كيف من الممكن أن نتخطى هذه الخطورة أو حتى نقلل من خطورتها؟ أنا أعتقد تعدي الخطورة في البداية هو البحث عن شراكات، وهذا الشيء الصحيح اللي اتجه له الصندوق حقيقة مؤخرا. فالدخول مع سوفت بانك شركة عملاقة لها سمعتها ورصيدها وخبرتها في مجال الاستثمار، وليس ذلك فقط، إنه هذا الصندوق مخصص للاستثمار في تقنيات المستقبل. يعني إحنا لما نتكلم على الجيل الرابع في التقنية، إحنا نتكلم على الروبوتكس اللي هي الرجل الآلي، على الارتفيشل انتليجنس الذكاء الاصطناعي، ربط هذه الأشياء بالإنترنت أوف ثينجز إنترنت الأشياء، كل هذا حيخلق الجيل القادم ومستقبل الأجيال. فأنا أسميه حقيقة صندوقنا هذا صندوق واعد، صندوق الأجيال، صندوق المستقبل. جميل. اسمحوا لي أن أنتقل إلى القصيم، ضيفي الأستاذ ياسر الحساني رائد أعمال. أستاذ ياسر، برأيك أين تكمن تحديات صندوق الاستثمارات العامة مستقبلا؟ أول شيء أرحب فيكم ورحب في الجميع أستاذ مها وبضيوفك الكرام، واتشرف دائما تواجدي في ساعة بالاقتصاد برنامج المميز. بالنسبة لصندوق الاستثمارات العامة، طبعا كما هو معلوم أنه بدأ تقريبا من قبل 47 سنة عام 71 ميلادي، وكان يستهدف استثمار، وهو طبعا استثمار اللي هو بنطاق ما بعد النفط. فعندنا استثمارات في النفطية وعندنا استثمارات يفترض ذراع اقتصادي في الشركات. هذه الشركات طبعا صندوق الاستثمارات استثمر في الأصول، استثمر في الشركات العقارية، استثمر في الأسهم الموجودة. في عام 2015 انتقل نقلة نوعية برئاسة الأمير محمد بن سلمان في انضمامه لمجلس الاستثمار والتنمية. هذا أدى لنقلة نوعية وفاجأنا كثير في المشاريع اللي قد يقوم فيها ويتنوع فيها. من ضمن المشاريع اللي ممكن الصندوق اللي داخل فيها بقوة، يعني المشاريع اللي فيها تعتبريها مخاطر كسؤالك، اللي هي نيوم، لأنه لسه المشروع بدأ جديد وهذا صعب جدا تقنع يعني رجال أعمال بالاستثمار فيه. نيوم ومشروع البحر الأحمر ومشروع الدرعية ومشروع القدية وغيرها من المشاريع، صعب جدا تقنع. هذه هي من المخاطر الموجودة في اللي قاعد يستثمرها صندوق الاستثمار، وهذا يعتبر من الأشياء الجريئة اللي قاعد يفعلها، الاستثمار الجريء يسمى يعني. فإن شاء الله يعني يقدر الصندوق بينمي هذه الأصول اللي هو هدفه الاستراتيجي إنه مضاعفة هذه العوائد للدخل للدولة لمرحلة ما بعد النفط، والسياحة هي الموجه الوحيد أو الموجه الرئيسي لسياحة ما بعد النفط إن شاء الله. نعم. مشاهدينا، نستعرض أهم مشاريع صندوق الاستثمارات العامة والمبادرات التي أطلقها، إضافة إلى أهداف هذا الصندوق ومصادر تمويله خلال عام 2017، ثم نعود لكم.
إذن أرحب بكم من جديد مشاهدينا. دكتور عبد الرحمن، يعتبر صندوق الاستثمارات العامة من أكثر الصناديق العالمية تنوعا، ربما تنويع للاستثمارات فيما يتعلق بالاستثمار في القطاع التكنولوجي، أيضا الاستثمار في القطاع السياحي والقطاع الصناعي أيضا، ولكن ماذا عن عام 2018 برأيك؟ ما هي أهم المجالات الاستثمارية التي سيدخل بها صندوق الاستثمارات؟ لا شك كما ذكرت في المقدمة، لا شك أن أداء الصندوق وتوجهاته واستراتيجيته درست دراسة بعناية لتنويع الاستثمارات ولتلافي أو الحد من المخاطر كما ذكر زميلي، من ناحية جغرافية ومن ناحية أنواع الاستثمارات و تنوعها في التقنية، في العقار، في الشركات، في كثير من القطاعات الاقتصادية، وهذه أنا أعتقد أنها مستوحاة من تجارب الآخرين، لا سيما الصندوق النرويجي السيادي النرويجي، هذا من أفضل الصناديق السيادية. لذا أنا ألاحظ أن المحفظة الصندوق رتبت ترتيب مميز جدا، وانا اعتقد ان كما سؤالك 2018 استثماراته انها سوف تكون في نفس المسار، وترقب النتائج استثمارات عام 2017 وعلى ضوئها ترسم الخطه او تنفذ او يعدل مسار الاستراتيجيه او مسار المحفظه الاستثماريه التي يتبعها الصندوق في سياسته. وضع الصندوق أنا أعتقد أنه في المسار الصحيح، و يعني سياسة المملكة في الماضي كان في هي فيما يتعلق بالاستثمارات في نوع من التحفظ، البعد عن المخاطر. ولاحظنا في أزمة 2008 كثير من الصناديق السيادية خسرت، يعني كان يعمل بخجل إن صح كان يعمل بتحفظ أو في نوع من على كل حال كان نجاح، لم نخسر كما خسرت الدول الأخرى. الصناديق السيادية خسرت ما يعني أرباحها خلال 30 سنة خلال أيام، ولكن الآن نحن أكثر جرأة في الطرق. نحن أكثر جرأة مع التحفظ، هناك جزء من المال في هاي ريسك. نعم. كما ذكر زميلي. نعم. أعتقد 100 مليار خصص في بنك سوفت بانك. وهذا تنويع، هذا نوع من الحقيقة أنا أؤيد هذا الشيء، لكن الجزء الكبير في نوع من التنويع في أشياء فيها محافظة وأشياء فيها مخاطرة، المخاطرة تأتي بأرباح أعلى. طيب ذكرت أن الصندوق السيادي النرويجي هو الأفضل، من أي جهة برأيك؟ من ناحية الأرباح، من ناحية النمو، خلال سنوات طويلة لم يتعرض الهزات بنفس النسبة التي تعرضت لها الصناديق السيادية أخرى، مثل صناديق دول عربية. نعم. وصندوق الـ صندوق سنغافورة. نعم. تعرض إلى خسارة كبيرة. لكن أنا أعتقد أن الصندوق السيادي السعودي، صندوق الاستثمارات العامة، استفاد من تجارب هذه الصناديق، أخذ بالاعتبار الاستثمار هاي المرتفع المخاطرة والاستثمار يعني القليل المخاطرة، الأقل خطورة. وزع. نعم. المحفظة بطريقة ممتازة، متوازنة. جدا متوازنة. جميل. أداء عام 2017 سوف ينعكس على أداء أو مسار، يعني هو إكمال للمسيرة، إكمال، ولكن في تعديلات على ضوء نتائج. أنا أعتقد أنا لم أطلع على ذلك، لكن من خبرتي يأخذ نتائج 2017 ويبنوا عليها. هناك أحيانا سلسلة زمنية تكون أمام صاحب القرار يبني عليها استراتيجيته، أين الأرباح أكثر وأين الخسائر أكثر. صحيح. لذلك أتجنب الخسائر بقدر ما أستطيع وأركز على القطاعات التي فيها أرباح أكثر، من أجل الهدف الصندوق تعظيم عوائده، تعظيم رأس ماله. نعم. من أجل أن نصل في عام الهدف الأساسي في عام 2020 الذي يعد إلى 2023 إلى تريليون و500 مليار. نعم. هذا هو الهدف، هو الآن المسار للوصول إلى هذا الهدف. نعم. أنا أعتقد أن الصندوق يمشي في طريقة سليمة،
وهناك يعني كوادر تتابع متابعة جيدة، ونحن الأرقام التي اطلعت عليها أنا متفائل يعني في نجاحات. نعم في نجاحات يعني مقارنة بأدائه في السنوات قبل أن ينتقل من وزارة المالية إلى المجلس الاقتصادي. نعم. على كل حال أنا في مستبشر عام 2018 وعام 2019 مستبشر في أداء الصندوق. نتمنى ذلك. نعم. ويعني بكل أحوال ربما نستطيع القول بأن 2018 هو بالفعل كما ذكرت إكمال لمسيرة 2017، ولكن بمخاطر أقل وتجنبا لأخطاء التجارب السابقة. دكتور فواز، كيف سيرفع الصندوق القيمة المضافة في المحافظة الاستثمارية المحلية برأيك؟ حقيقة في المؤتمر الصحفي اللي صار على هامش أكبر ميزانية في تاريخ المملكة قبل أسابيع، ذكر المشرف على الصندوق بأنه في 2018 سوف يتم صرف تقريبا 83 مليار ريال من ميزانية المملكة في 2018 على عدد من المشاريع اللي تمثل استكمالا زي ما ذكر الدكتور، من ضمنها مشاريع الاستثمار العقاري والبنى التحتية، يعني عندنا مشروع رؤى مكة ورؤى المدينة، ازدياد الطاقة الاستيعابية في الحرمين الشريفين للحجاج والمعتمرين والزوار، في 14 مليار في 2018 هتصرف على قطار سار وقطار الحرمين في الرياض وفي مكة والمدينة، أيضا في 10 مليار في القطاعات الجديدة المتنوعة. فالتنوع الحقيقة الموجود في الأربع محافظ المحلية راح تفتح فرص كبيرة جدا لتوليد الوظائف للشباب في المستقبل. نعم، وهذه النقطة اللي كنت بسألك عنها بعد شوي فيما يتعلق بخلق فرص وظيفية جديدة، إلى أي مدى سيسهم الصندوق في ذلك؟ بشكل كبير جدا، يعني يكفي بس لو استعرضنا مبادرة صندوق الصناديق اللي أسس وهدفه بقيمة 4 مليار ريال، هدف هذا الصندوق هو أن يأتي لأصحاب رأس المال الجريء أو الـ VCs Venture Capitalist الموجودين في السعودية. نعم. ويساهم معهم بمبالغ موازية، يعني يسموه الماتشينج فند، يعني لو كان في صندوق VC عنده 50 مليون يجي صندوق الاستثمارات العامة ويعطيه 50 مليون أخرى للاستثمار في المشاريع أو الشركات الناشئة السعودية الشبابية التقنية وغيرها. فهذا الضخ اللي حيصير حسب الرؤية وحسب خطة التحول الوطني و2020 و2030 إنه حيصير في خلق لأكثر من 20,000 وظيفة محلية من خلال هذا الاستثمارات وهذه المبالغ اللي حتضخ. أضف إلى ذلك إنه في دعم كبير حيصير للSMEs المشاريع أو المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال هذا الصندوق، وهذا فقط استعرضنا مبادرة واحدة من المبادرات والمشاريع المختلفة، فما بالك لو تكلمنا على المشاريع العملاقة الكبرى، يعني مشروع نيوم والبحر الأحمر والقدية، قد إيش حتخلق هذه من فرص عمل للشباب السعوديين، وأيضا مو بس كذا حتستقطب استثمارات من صناديق سيادية كبرى موجودة على مستوى العالم. نعم، ولكن هنا يعني نتحدث عن خطط طويلة المدى. بالضبط، خطط طويلة المدى، وأنا أحب أشيد هنا بمبادرة مستقبل الاستثمار اللي صارت في قبل شهرين أو ثلاثة هنا في الرياض. نعم. كان في 200 متحدث، يمكن الناس قليل اللي يعني انتبهوا لهذا الشيء من العامة، خلينا نقول بالذات الشباب اللي يهتموا بريادة الأعمال، 200 متحدث، 4,000 شخص من الحضور، في أكثر من 2500 CEO رئيس تنفيذي لشركات كبرى وصناديق سيادية على العالم على مستوى العالم، يعني كانوا موجودين في الرياض في مبادرة مستقبل الاستثمار، يعني تقريبا عندهم 80 تريليون يديروا أصول بقيمة 80 تريليون من استثمارات العالم. هذول جوا هنا ليش؟ عشان يشوفوا مشاريعنا العملاقة، وممكن هم يدخلوا أيضا للاستثمار في مشروع البحر الأحمر ومشروع القدية ونيوم وغيرها. نعم. زي ما قال سمو الأمير، مشروع نيوم والمشاريع اللي قاعد يطلقها صندوق الاستثمارات العامة هي مشاريع للحالمين، الناس اللي تبى تشوف المستقبل تيجي وتحط يدها في يدنا ونبني المستقبل لكل العالم وليس فقط للسعوديين الموجودين في المملكة. نعم، نتمنى ذلك، ويعني بما يعود بالنفع على المملكة دخول المستثمر الأجنبي أكيد فيما يخص صندوق الاستثمارات والاستثمار بشكل عام في المملكة. أستاذ ياسر، أعود لك من جديد، حدثني عن كيفية تحقيق التكامل بين القطاع الخاص وصندوق الاستثمارات العامة برأيك.
بالنسبة للصندوق الاستثمارات العامة ودعمه للقطاع الخاص، طبعا الموضوع يعني بشكل كبير الصندوق مهتم فيه، مثل مبادرة صندوق الصناديق اللي ذكرها زميلنا. طبعا ذي تدعم بشكل كبير الشباب، تدعم بشكل كبير الشركات الناشئة والصغيرة اللي عندنا. أيضا صندوق اللي هو الاستثمارات، أو عفوا صندوق دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، هذا بشكل كبير حيدعم العديد من الجهات بشكل متوازن. يعني عندنا الاستثمار الخارجي الدولي مثل ما ذكر زميلنا انه في صندوقين، وعندنا 4 محلية. هذا بشكل كبير حيدعم التوظيف، حيدعم الاستثمارات، مثل ايضا الصناعات والقطاعات العسكرية من 5% تخيل الى 50%. كل هذه معدات واجهزة حتستلم من المشاريع والقطاعات الصغيرة. فالقطاعات الصغيرة اذا اشتغلت بمعدل كبير تأكد حتنجح وتكبر وكذا، بما انه موجود في الزبون، يعني اللي هي الاستثمارات العامة. طبعا هي فائل كبير، بالعكس احنا نشوفه واداء متميز جدا للاستثمارات. يستعمل الجرأة في الاستثمار، ونتوقع له نجاح كبير بإذن الله، في خصوصا في دعم الاستثمار والمشاريع في المشاريع الصغيرة إن شاء الله. أعود لك دكتور عبد الرحمن، حدثني عن يعني مضاعفة الصندوق لاستثمارات كفاءة الطاقة، هل نحتاج إلى ذلك؟ نعم، نحتاج إلى ذلك. المهمة المنوطة بالصندوق من ضمنها ما ذكرتي، إذا ما رجعنا إلى أدبيات الرؤية 2030 التي أطلقت 12 برنامج تنفيذي لتحقيق التحول 2023، تحول الآن عد إلى 23. نعم. من ضمنها دور صندوق الاستثمارات العامة، وصندوق الاستثمارات العامة يلعب دور الشراكة مع القطاع الخاص لخلق قدرة تنافسية عالمية، وهو يعمل عليه مسؤولية كبيرة، يعمل بشكل مباشر لتحقيق 28 هدفا من أهداف الرؤية. ومن ضمنها ما ذكرت، هناك أشياء أخرى طبعا المجال لا يتسع لذكرها. الصندوق الاستثمارات العامة مسؤول، هو المحرك الأساس لتفعيل الرؤية وعملية التحول والوصول إلى أهداف الرؤية. هو الذراع الاستثمارية القوية للاقتصاد السعودي. لذلك أنا الحقيقة متفائل جدا للبرنامج الذي اتخذه الصندوق، وإن شاء الله أنه سوف يحقق الأهداف أو المهام التي أوكلت إليه. ولاسيما أنا سعيد جدا أرى كيف أن توزيع المحفظة الاستثمارية بهذه المهنية وبهذا الأسلوب المميز. إذا أنت ترى أنها تسير المحافظ الأربعة بخطى ثابتة، بخطى ثابتة وبطريقة أقرب إلى الأمان. يعني طبعا الحبائل التي تحصل في الاقتصادات، الاقتصاد الرأسمالي، الاقتصاد الرأسمالي يحمل بذرة فنائه منه وفيه. أو الانتكاسة التي تحصل في الاقتصاد الرأسمالي هو خطأ موجود في بذرته، موجودة فيه. لذا دائما في الدورات الاقتصادية كل 10 سنوات أو أقل أو أكثر يحصل انتكاسة في الاقتصاد الرأسمالي. نعم. في الاقتصادات الصناعية الكبرى. لذا دورنا كسعوديين وكاقتصاديين وكمتابعين أن نتلافى بقدر ما نستطيع المخاطر التي سوف تحصل. سوف يحصل مخاطر في الاقتصاد العالمي، هذا شيء طبيعي. صحيح. هذا شيء طبيعي بسبب وجود الفائدة. طبعا الفائدة لها دور كبير في العملية هذه اللي هي الربا. نعم. لذا الصندوق أخذ تحوط في هذا المجال. نعم. أنا لاحظت تشكيلة محفظة الصندوق وتنوع استثماراته زادني الحقيقة اطمئنانا أكثر، وسعادة بأن الأرباح يعني أكثر مما كانت في الماضي وأقل خطورة مما كانت في الماضي. وهذا هو لأن الهندسة التي بني عليها أقرب إلى الصحيح،
واستفادت من تجارب الصناديق الأخرى. نعم اسمح لي دكتور عبد الرحمن وأيضا دكتور فواز أن ننتقل ونأخذ المشاهدين في جولة سريعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو موقع التواصل الاجتماعي تويتر تحديدا لنقرأ بعض التغريدات حول صندوق الاستثمارات العامة. نتابع. مشاهدينا أرحب بكم من جديد، لازلنا نتحدث عن صندوق الاستثمارات العامة. دكتور فواز، يعني إعلان شركة الصناعات العسكرية لتوطين هذه يعني من قبل الصندوق، طبعا لتوطين هذه الصناعة، إلى أي مدى برأيك سيسهم في تحقيق الأهداف الأمنية والاجتماعية؟ طبعا أحد أهداف أهم أهداف الصندوق الاستثمارات العامة هو توطين التقنية والثروة المعرفية، وإحنا كدولة يعني المملكة العربية السعودية في موقع حيوي حول العالم واستراتيجي، تعتبر ثالث أكبر دولة في يعني شراء المعدات العسكرية والتسليح العسكري إلى آخره. نعم. فهذا الإنفاق الكبير تقريبا 50 مليار في هذه الشراء بشكل سنوي لهذه الصناعة كان من وبالطبيعي من الحكمة ومن العقل إنه يتم نقل هذه التقنية وتوطينها، لا سيما الصناعات العسكرية اللي لا تتحفظ الدول في إنها تمنحها للمشترين. فأعتقد إنها خطوة موفقة في إنه لما أجي أشتري أي سلاح من أي دولة أقول لهم تعالوا يعني وطنوا هذه التقنية عندنا، أخلقوا وظائف، خليني أنا أشتري من شيء يضيف للمجتمع السعودي، حيكون إضافة كبيرة. وهو من الاستراتيجيات المهمة للصندوق في إطلاق وتطوير عدد من الصناعات، يعني يعتبر مجال جديد في الصناعة لدينا جدا. إحنا دائما كنا بشكل أساسي بنشتري الأمور هذه، لكن إذا كان في شركة متخصصة، وهذا اللي صار الحمد لله، للتصنيع للصناعات العسكرية، حتتيح لنا المساهمة حتى في الناتج المحلي مستقبلا بإذن الله. نعم أستاذ ياسر، تضم المحفظة الاستثمارية لصندوق الاستثمارات العامة 200 استثمار، منها 20 استثمار يختص ب أو مدرج في سوق الأسهم السعودية، كيف تقرأ ذلك وانعكاسه إيجابا؟ الأسهم بيدعم كثير الحركة في سوق الأسهم، طبعا هو بيشتغل في الأسهم وبأشياء كثيرة الصندوق، من ضمنها الصكوك وغيرها المالية. نعم. أيضا
بيشجع دخوله بيشجع المستثمرين وايضا الافراد في انه الدفعه المعنويه لهذا الموضوع في الاسهم انه بامان ان شاء الله رغم التقلبات اللي جالس يوجهها. لكن هو ميزه الاستثمار صندوق الاستثمار في خلق شركات جديده تعنى بالاهتمام في كل المجالات اللي نحتاجها احنا، مثلا شركات الهليكوبتر السياحيه، مثل المشاريع الاخرى اللي تكلمنا عنها كالقدية ونيوم. يعني لك انت تخيلين يعني احنا كنا نشوفها في افلام كرتون يعني الروبوتات والاشياء هذه، لكن تخيلي ان تكون بدايتها من المملكه العربيه السعوديه وخصوصا في مشروع نيوم. دخلوا يعني مع كثير من الشركات واقنعوها. عندك شركة فيرجن يعني معروفة عالميا في الترفيه وأيضا في المشاريع الفضائية. نعم. يعني كان حلما وأصبح يعني حقيقة في صندوق أكثر من الأسهم. جميل. بالضبط احنا تكلمنا عن الموضوع الجراءة في هذا الاستثمار صراحة، والتنوع اللي مشتغل عليه صندوق الاستثمار في هذه المجالات الست يقلل من هذا المخاطر ويشجع أيضا استثمار والعالم يعني ككل في أنه تكون يدها مع يد الصندوق، سواء كان مع الشراكة مع روسيا، الشراكة مع الأردن، والشراكة مع العديد من دول العالم. هذا بيخلق قيمة وأنه يخلي الصندوق يعني جهة من الجهات الرائدة في الدخول معها في الاستثمار، مثل أوبر ومثل سوفت بنك وغيرها من المشاريع الضخمة اللي إن شاء الله حتدور وحتحرك كل المجالات اللي في المملكة من ضمنها الأسهم إن شاء الله. نعم. ماذا عن دور صندوق الاستثمارات دكتور عبد الرحمن كمؤسس مباشر في استثمارات التدوير؟ دعنا نتحدث عن هذا الجانب. صناعة التدوير لا شك بأهميتها من جانبين. أولا حماية البيئة من التلوث الذي يترتب عن وجود هذه النفايات، نعم، لا سيما النفايات الطبية التي تتحول إلى كوارث بيئية في المجتمع. صحيح. والمخلفات العسكرية، وأضف إلى ذلك النفايات الأخرى بالإمكان تحويلها إلى صناعات، إلى سماد يستفاد منه في الزراعة، وبالإمكان تصدير هذه الصناعات، الصناعة المترتبة على النفايات، وتعتبر دخل جديد بالإمكان تحويله إلى دخل إضافي. وطبعا الاستثمار في هذا القطاع لا يستطيع القطاع الخاص بسبب ضخامة المبلغ الذي يحتاجه مثل هذا النوع من الصناعة. نعم. لذا أنا أعتقد أن التفاتة صندوق الاستثمارات العامة إلى الاستثمار في هذا القطاع أنها موفقة جدا لفوائد كثيرة بيئية وعوائد بنفس الوقت. لذا هو إضافة وينسجم مع رؤية 2030 لتحقيق كثير من الإيجابيات للاقتصاد وحماية البيئة من جانب آخر من النفايات التي تعتبر في المملكة ربما أنها مرتفعة بالنسبة إلى عدد السكان. النفايات في المملكة لا سيما الأطعمة من أكثر الدول المملكة بالنسبة لعدد السكان إهدار للأطعمة. صحيح. وبالإمكان تحويلها إلى أعلاف للمواشي وتحويلها إلى سماد تستفاد منه في الزراعة. لذا أنا أعتقد أن الفكرة هذه كانت موفقة، والاتجاه إلى هذا المنحة سوف يحقق نتائج إيجابية. نعم. مالية وحفاظ على البيئة. جميل. نعم. أيضا فيما يتعلق بجهود التنوع الاستراتيجي المستدام، كيف من الممكن أن يحفز الصندوق هذه الجهود برأيك دكتور فواز؟ حقيقة هو التنوع اللي صاير من خلال المحافظ يعني يعطي يعني جانب طمأنينة على المستقبل في موضوع الاستثمار. استدامة هذه الاستثمارات والعودة بالعوائد، يعني أنا شفت في التقرير اللي صدر عن الصندوق العوائد المالية ما شاء الله سنويا من 3% إلى 8% بمختلف المحافظ. هذا والنمو اللي صار من 2015 إلى 2017 حيعطي يعني دفعة إيجابية لاستثمارات الصندوق، ثقة الصناديق السيادية الأخرى في الاستثمار. أنا أحب أشيد حقيقة كمان بالهيكل اللي صارت في الصندوق وإدارة الصندوق، موضوع الحوكمة اللي انعمل، 3 مستويات من دراسة المخاطر،
كل هذه تعزز يعني استدامة أثر والضخ المالي في الصندوق. وكلنا سمعنا طبعا عن طرح 5% من أرامكو حتعظم القيمة المالية للصندوق اللي حتخلينا بقوة كدولة نستثمر فيه وننوع الاقتصاد في مجالات أخرى كثيرة اللي هي اهتمام الستة محافظ. نعم، ربما أيضا رفع فعالية اتخاذ القرار، الشفافية، وأن تحدثنا أيضا عن حوكمة الشركات. هذه كلها الحوكمة أيضاً اللي الآن واضحة صحيح. بشكل مرة كبير في هيكلة الصندوق، وواضحة بشكل جلي جدا غير عن السابق. نعم أستاذ ياسر، دعنا نتحدث عن أهم المتطلبات واحتياجات صندوق الاستثمارات العامة ليصبح من أكبر الصناديق السيادية في العالم باعتقادك أو في رأيك. طبعا هذا هو الهدف الأساسي اللي هو تعظيم أصول الصناديق الاستثمارية اللي هو من إلى تريليون ونصف إن شاء الله. راح يساهم يعني من الخطة أنه راح يساهم بتأثير العالمي كصندوق برفعها في الصناديق العالمية من 5% إلى 25%، وهذا تحدي كبير جدا. راح يساهم أيضا داخليا رفعها من بين 4 إلى 6% إن شاء الله، بقيمة تصل من 110 إلى 170 مليار ريال في المحلي. أنت عارف يعني تأثير الصندوق في العالم كله، يعني عندنا صندوق الكويتي كمثال، عندنا صندوقين من الإمارات في 10 يعني في التصنيف. فأنت لك تخيلي أن تقفز يعني المملكة العربية السعودية إلى الأول وبفارق كبير عن الثاني في هذا الخطة إن شاء الله بالتنويع هذا اللي صاير. يعني صراحة يعني ركزت في قطاعات كثيرة كانت مهملة موجودة عندنا، مثل قطاع الصناعي البسيط أو المتوسط، وأيضا القطاع السياحي اللي راح يدر أموال كبيرة جدا إن شاء الله، وحيحدث نقلة نوعية في الاقتصاد وقيمة مضافة في كل وشتى المجالات. أنت عارف يعني مجال السياحة مجال كبير ومتنوع صحيح. في صناعات كثيرة، في صناعات أيضا دخول الهليكوبترات الآن كاستثمار أخير يعني ذكر من الصندوق، استثمار مشروع البحر الأحمر ومشروع نيوم. ومهما ذكرنا تلقين 75% من المشاريع تلقينها توجه سياحي، كل الدول في العالم توجه هذا التوجه، لأنه النفط متقلب ما هو مستمر في الارتفاع وله سعر ثابت، لكن المجال السياحي والمجال الصناعي هو اللي يخلق لك توازن في هذا الموضوع، ويضمن إن شاء الله عدم أي تقلبات في ميزانية الدولة إن شاء الله. ومن الأشياء الجميلة والسعيدة جدا في السنتين هذه قيام صندوق الاستثمارات بأعمال المنوطة به اللي هي دخل مختلف عن موضوع النفط ويكون ثابت للوطن والأجيال إن شاء الله. نعم، دعم خيارات الصندوق الاستثمارية للاقتصاد الوطني وزيادة الناتج المحلي، إلى أي مدى يسهم بذلك يعني صندوق الاستثمارات؟ أسهم بذلك. إذا رجعنا إلى أكثر من 3 كان نسبة مساهمة العوائد النفط أكثر من 90% من الإرادة من النفقات العامة. في ميزانية هذا العام قدرت انخفضت إلى 50%، هذا إنجاز كبير جدا. أنا حقي مستغرب إلى الآن، أنا مندهش. هنا تغيير ثقافة الاعتماد على النفط كدخل أساسي ورئيسي. بس بهذه السرعة أنا كاقتصادي أنا في شيء يعني إلى الآن ماني معجزة. معجزة. نعم. أن من خلال 3 من 90% تكون مساهمة عوائد النفط إلى 50% بالميزانية، الآن اقتربنا أن نخرج من دائرة الاقتصاد الريعي ومشاكل الاقتصاد الريعي. نعم. لأن إذا وصل في العرف الاقتصادي المتعارف عليه، إذا كان اعتماد الاقتصاد على أي سلعة في أو مورد اقتصادي في أي بلد أقل من 30%، معناته تحول الاقتصاد من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد إنتاجي صحيح. اقتصاد طبيعي. هنا إنجاز. السؤال التحدي، هل نستمر على هذه النسبة في السنوات القادمة؟ هنا التحدي. نعم. أنا أعتقد صندوق الاستثمارات لعب دور في ذلك، عوائدهم كانت ضخمة جدا،
رفعت دور العوائد الموارد المحلية والاقتصاد المحلي في النفقات العامة، وخفض دور العائدات البترولية. ولذلك أنا أعتقد أن لو لم يحصل أو يتحقق من منجزات صندوق الاستثمارات العامة إلا هذا المنجز لكفى، فهو إنجاز عظيم، يعتبر إنجاز عظيم. جميل. نعم. دكتور فواز، في أقل من دقيقة سريعا، هل برأيك من الممكن أن نشاهد مزيد من الاستثمارات التقنية مستقبلا من قبل صندوق الاستثمارات؟ بالتأكيد هذا شيء ما في شك، يعني احنا شفنا يعني التوجه في الاستثمار في شركة أوبر، والآن سوفت بانك 100 مليار دولار، نصها تقريبا ما من صندوق الاستثمارات العامة، هذا مخصص تماما للشركات التقنية. صندوق الصناديق اللي حيستثمر في المشاريع الناشئة والستارت ابس الموجودة في السعودية. جميل. كل هذه من الأشياء اللي حتدعم مزيد من الاستثمار في الشركات التقنية في المستقبل بإذن الله. نعم. وهذا هو أمل الصندوق واللي يعول عليه، فالمخاطر العالية دائما عوائد عالية في نفس الوقت. كل الشكر لك دكتور فواز سعد، أستاذ بجامعة أم القرى ومختص بالابتكار وريادة الأعمال، أيضا الدكتور عبد الرحمن الراشد العبد اللطيف، متخصص في اقتصاديات دول مجلس التعاون ورئيس دار بن خلدون للاستشارات المالية والاقتصادية من القصيم. كان معي الأستاذ ياسر الحساني رائد أعمال. شكرا جزيلا لكم ضيوفي الكرام، وأيضا الشكر موصول لكم مشاهدين على كرم المتابعة. تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، إلى اللقاء.